ارتأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء مركز تجارب حيوانية بجامعة بسكرة، واختارت جامعة بسكرة وبالأخص في القطب الجامعي الحاجب. وهذا المخبر يعني الهدف منه هو يعني قيام بتجارب على حيوانات فيما يخص المنتوجات الصيدلانية، على كل حال قبل تسويقها. يعني سوف نقوم في بعد بضعة أسابيع بالقيام بورشات هنا في جامعة بسكرة باستضافة خبراء دوليين لمرافقة هذا المشروع، ويعني الاستفادة القصوى من هذه الخبرات العالمية بخصوص الحيوانات التي ستجرى عليها المخابر. فنحن بصدد يعني نحن قد أكملنا الدراسة على كل حال، وسننطلق إن شاء الله تعالى خلال السنة القادمة في إنجاز ما يسمى بالانيمالري أو الوحدة أو الأرضية التي ستقوم بإنتاج فئران التجارب العلمية.